تجددت المظاهرات الأسبوعية في تل أبيب للمطالبة بإنجاز صفقة تبادل الرهائن مع حركة حماس في أقرب الآجال وإطلاق سراح المحتجزين في غزة. المتظاهرون رفعوا وعائلات الرهائن خلال الاحتجاج صور المحتجزين وطلبوا الحكومة بإعادتهم أحياء قبل فوات الأوان. كما ندد المحتجون بسياسات حكومة نتنياهو أثناء الحرب والمفاوضات، داعين إلى ضرورة إسقاطها وتحديد موعد للانتخابات.